يلا معلم فودكا. بيقول لك الجيش هيمسك البلد، انت متخيل اللي هيحصل فينا؟ ده احنا لا مؤاخذه نعمله عليه قناه. طب جنب اللي بتتكلم جوه. نعم يا حبيبي. تقول حاجه؟ بقول هنعمل انقلاب. على ايه بالظبط؟ عليه بلاش. على هنا؟ اه اقول لك بلاش. ايه يا رب؟ متاكد من انت بتقوله ده؟ متاكد. انا هخاف منك ولا ايه؟ يلا انت ونصيبك بقى. استنى استنى استنى، سيبنا فوكا اما انزله. سيبنا فوكا. لا اوعى اوعى بعد اذنك. لا مش هينفع صدقني، مش هينفع. خليك بس يا عم، بيهددني يا عم. معلش معلش، نستلمه في البحر ونرش عليه ميه هناك. بقول لك يا باشا، القائد يقول اللي هو عايزه ويهدد براحته. كمستر نشط فن، اتفضل معايا. ايه يا باشا في ايه؟ اتفضل معايا. مين حضرتك؟ سكت. اتفضل معايا. انت ساكت. حاضر يا باشا. طب في واحد بيسرق معايا جوه اسمه فودكا. اتفضل معايا. انت ساكت. حاضر يا باشا. انا بتخطف افودكا. افودكا الكلب الحقني يا باشا. انتوا هتعملوا فيا ايه؟ اهلا بالجهه السيده يا باشا. انتوا مطلعين اسلحه الكهرباء ليه يا باشا؟ انتوا هتعملوا ايه؟ عايزين نعرف. خلاص يا باشا، انا هعترف بكل حاجه. مين اللي شغلك؟ انا اللي قتلت سيد مدبول يا باشا. سيد مدبول يا ابني، انت هتهزر؟ خلاص يا باشا، خلاص خلاص. انت عايز تسلم نظام الحكم لوحدك امبارح؟ مين يا باشا اللي كان مين الكذاب يا باشا اللي قالك كده؟ مين اللي يقلب نظام الحكم؟ احلى حكام. لا يا باشا بيكذب. يا باشا ده احنا كنا ضاربين اصطفة عالية، حضرتك كانت جاية لنا من افغانستان، الواد ابو خشبة كان جايبها لنا، وكانت جاية معانا بهلاوس يا باشا. انما مين اللي غير نظام الحكم يا باشا؟ ده انت مش عايز تعترف؟ اه باشا اعترف اعترف اعترف. ديلو. اعترف يا باشا، انا اللي سرقت. انا اللي... لا ما تدريش. يا باشا محرضني على ايه بس يا باشا؟ احنا كنا ضاربين اسطفة يا باشا، كانت عالية شوية، كانت ضربة جايبة معايا بهلاوس يا باشا. بس انت ما فيش حاجة. حكم ايه يا باشا اللي نقلبه بس؟ وانا عارف احكم العصابة بتاعتي؟ انا زعيم هفق اساسا يا باشا. انت بتجيب ايه؟ لا يا باشا بيجمعنا عنده. عندك يا باشا اول اتنين، واحدة اسمها سوشي وواحد اسمه شعبان. سعيد اردغانة ومستمع منفخ وتوفيق العنخ وعلي زندعانة وضوفي علي وليلة تمد او ساعتك. وعندك ابو حسوة باشا، كانوا بيجمعونا حضرتك عند مدرسة عبدالله النديم الاعدادية نساء، واخد بالك؟ وكانوا بيقعدوا يقولوا لنا الحاجات الشيوعيه دي يا باشا، ويقعد يقول لك مش عارف الرغيف اللي يتقسم على 4 احسن ما يتقسم على 5 وحاجات كده يا باشا. تسمع يعني... اديله كهرباء. انا ليه يا باشا ليه؟ يا ابني خلص يا ابني، تعبتنا معاك. احنا كنا نورنا المدينه كلها بالكهرباء دي. استنى باشا عشان الكهرباء بدات تلعب في جسمي. خد ورا ورا. مؤاخذه، كنت برد على المعجبين على تويتر. سلم اللي اسمه فودكا وهتبعت له المكان ده على الجي بي اس، هيجي هنا. فودكا مين يا باشا؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. سمع الكلام اللي انا بقوله يا باشا؟ ما اعرفش حد، خد تليفوني، مش هتلاقي فيه كونتاكت بالاسم ده يا باشا. اجيبه لك منين؟ اخترع لك اولد لك يا باشا. استنى الا فودكا هيفتكر دلوقتي. افتكرت ولا لسه؟ فودكا هرب. فودكا لا منيش، مش هرب. فودكا هرب. فودكا العيال بيقولوا لي تعرف واحد اسمه فودكا؟ هاتوا هنا، ابعت له اللوكيشن. وانا بقول لهم لا الا فودكا. تركب انت عليا يا منيش اقفل. هرب فودكا. طيب عايزين فرصه ثانيه ولا نموتكم ونخلص؟
يا سلام ربع فرصة باشا. بص حبهرك اقسم بالله لو شفت حد فيكم بيتكلم في اي حاجة تانية تخص الولد مش عايز اقول لك اللي حصل لك يبقى ايه. اظن انت عارف يعني ايه اصلا بلد يا باشا. لا 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 يعني ايه اصلا بلد يا باشا؟ احنا عالم هفأ اساسا يا باشا. كل اللي بنعمله ان احنا بنسمع مهرجانات وبنشد بودرة وبنشرب حشيش طول النهار. انا اديك فرصة تانية اسيبك تمشي من هنا بس لو حاجة حصلت تاني عرفت ان انت تدخله في اي حاجة تاني تخص البلد نهايتك هتكون على ايدنا. انت بتاكل سمع الكلام؟ ما ردتش عليا. مش سامع صح؟ مش سامع. انا قلت كده والله ماشي. خلاص يا باشا خلاص والله يا باشا انا هاخد ونيش وهنروح نتكلم يا باشا. يا باشا اللي قلت ما تتكلمش باش ارد عليك ازاي من غير ما اتكلم يا باشا؟ ايه الغباوه اللي انت فيها دي؟ انا اقول لك ترد لا ترد عليا. حاضر يا باشا. غباوه هو انا ايه اللي انا سمعته ده؟ ابو نيش ابو نيش جات ابدا. حد في عايز يقول اي حاجه تاني؟ لا يا باشا خلاص والله خلاص مرضيه. تطلعوا من هنا هسيبكم تطلعوا جري من هنا. لو شفت واحد فيكم في المدينه تاني بيتكلم في اي حاجه ما تخصوش انت مش هتشوفنا في المدينه اصلا تاني خالص يا باشا. انا مش هطلع بره الليفنج روم بتاعتي حضرتك. نمشي يا باشا. بس ثانيه واحده في شويه دم على القميص عندك. انت بتلبسوا ماسكات ليه يا جدعان؟ ما احنا شفنا وشكم خلاص. اتفضل امشي. يلا ابو نيال خد اجل من هنا. يلا ران. ابو حاسوة احنا اتشخرمنا انتوا ايه ده؟ نتروقنا اللي عامل صوت كده يا جدعان. نتروقنا ابو حاسوة انتوا بقيتوا شنب بعض يا باشا. احنا بقينا غير صالحين للاستهلاك الادبي. كويس ان انت شايفنا اساسا. يا نهار اسود. لا 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 العيال دي فين؟ لا شيل الموضوع. العيال دي مش بتاعت كده. العيال دي مش بتاعت مطاوي خالص. امال بتوع ايه؟ دول دخلوا علينا بتلاتة آلي ودبابتين وبازوكا وقتلوا الواد جون. طب طريق السلامة انتوا. خد ابو حسوة. ده بيقول لك بازوكا يا عم الحاج. ابو حسوة ده انا كنت شايفك على التلفزيون بتقول هتجيب طيارات وبتاع. بقول لك يا دكتور. ايوه هو لو يعني فردا يعني انا بسال لواحد صاحبي مش ليا انا خالص. اوكي فردا ان واحد حصلت له حادثه وفقد اعز ما يملك. نركب له واحد تاني عادي. ينفع عادي عندكم الموضوع ده في المستشفى يعني؟ طبعا. طب ممكن محتاجين اتنين بليز. عايزين اتنين هم. دكتور كيمو ممكن اتنين؟ العيال هرموناتها ضاعت خالص يا دكتور كيمو. بس لازم نشوف قبل ما نشتري. لا طب انا بقى لما اكون ظهري مفيش حنكلول وانت عارف هيحصل لي ايه؟ ده كده مفيش خلفه خلاص يعني. انت خلفت قبل كده طيب؟ مش مشكله. طيب يعني انا ثلاثه بقى معاك يا دكتور كيم احتياطي ليا انا برضه عشان لو خطفوني ولا حاجه. ثلاثه وكل واحد اثنين كمان يعني سته وثلاثه. طيب وما فيش مشكله. اي فلوس اي حاجه احنا سددين. خد يا دكتور خد خد خد. هم جاهزين بالفوط هيخش على طول صح؟ ما احنا جاهزين اهو. ابو حسوة خد ثمن العمليه. ابو حسوة اه شيت استنى 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 مش يمكن يكونوا هيقبضوا على ابو حسوة بس؟ بين رجالتي يا نهار اسود. ابو حسوة ارفع ايدك. ابو حسوة رجاله. ماشي ماشي. هو ده باشا. هو ده اللي كان بيجيب لنا الوجبات. هو ده باشا اللي كان بيدينا المانيفيستو. خلاص بقى يا عم الراجل طلع معرفة يا جدع. في ايه؟ معرفة ازاي؟ ايه معرفة؟ يا ريس انت مش فاكرني ولا ايه؟ ده احنا بقول الله الله باشا ناخدها باشا ناخدها. واضح ان هم معرفة قوي. احنا كده بنهزر من ايام ابتدائي يا جماعة. ده هيهزر معاك هزار دلوقتي؟ انت عارفني؟
جرب الحنكلو له لما يطير. بقول لك ايه يا ريس؟ الله 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 الله. بقول لك ايه يا دكتور؟ كده هيجي له كهرباء زياده في الموقف. مش طارق اللي تعمل دي كده يا بشر. مش طارق اللي تعمل دي. انا حارس. الواد ابو حسن وضع على وضعه والله. ابو حسن وضع على وضعه. في ابو النيش. طلع السلامه. كنا عايزين نبقى اتنين على واحد ونثبته بس انت ما كنتش معايا. الله يسلمك. ما احنا فيها دلوقتي يلا. ايه ده هو ده؟ ايه اللي في ايدك؟ ولا ولا ارفع ايدك يا ارفع ايدك يا ارفع ايدك ارفع ايدك ده انا هنفخك. والراجل التاني ده تعالى حبيبي. لا لا احنا يا نهار اسود. طارق فشخ.